مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، ويوم جديد من حلقة ألعاب الصلاة. قبل ما نقول أخبارنا النهاردة لازم نقول يوم النصر، يوم الانتصار الكبير، يوم العزة للشعب المصري، يوم اللي احنا كلنا فيه فرحنا فيه من 46 سنة لما قدرت القوات المسلحة المصرية قدرت تعبر خط بارليف في قناة وتعدي لسينا وتبتدي تحرر الأرض. صدقوني شعور جميل جدا بالنسبة لنا كلنا، ونقعد نفكر هنقف قدام التاريخ، هيقف قدام حرب أكتوبر كتير، بالذات بالأخص إن جنودنا وكل قواتنا المسلحة لما عبرت ما كانش حد مصدق في العالم. التاريخ هيقف ليه؟ لأن لما تيجي تفكر مع نفسك لوحدك كده وانت قاعد وتقول عبروا إزاي؟ العقيدة كانت إيه؟ العقيدة إن هم يرجعوا الأرض، حاجة مهمة جدا جدا جدا. لك أن تتخيل وانت نازل من بيتك بتسلم على اولادك ورايح عشان تحارب، عشان تحرر ارض مصر. لازم نقول لكل قواتنا المسلحه كل سنه وهم طيبين، كل سنه وانتصار جديد لشعب مصر. بنقول لهم يوم الفرحه وايام فرحه كلنا بنعيشها فعلا. بنقول لهم بترحم على جميع شهدائنا، وبنبارك لقواتنا المسلحه ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين في يوم العزه والكرامه للشعب المصري وحرب اكتوبر المجيده اللي احنا عايشين واقفين بسبب هذه الحرب العظيمه. هنسيب الحرب ونسيب يوم النصر الكبير اللي احنا كلنا فرحانين بيه، وهنروح عليه اخبار النادي الاهلي. والنهارده عندنا اخبار كثيره جدا من صالات النادي الاهلي، من كره السله، كره طايره، كره يد. بنتكلم على كل الالعاب النهارده الجماعيه، وفي نفس الوقت هنروح للتنس وهنروح للسباحه او تشوف اخبارهم ايه النهارده. فريق كره السله ما شاء الله عليه بدا السيزون، بدانا بيه تكوين فريق قوي جدا، وما شاء الله عليه بدأ فعلا يخطو خطى ثابتة في المباريات الرسمية. بدأنا فعلا دوري المرتبط، وبدأ فريق كرة السلة يعني تبان ثمار أو نتاج العمل الجماعي داخل منظومة النادي الأهلي في فريق كرة السلة. فعلا قدرنا في 7-8 لاعبين إضافة للفريق، مع 7-8 لاعبين موجودين ما شاء الله عليهم بدأوا يعملوا كرة السلة هي الصورة الحقيقية لكرة السلة في النادي الأهلي. النادي الاهلي بدا دوري المرتبط في كره السله رجال. بدانا دوري المرتبط مجموعتين، مجموعه بنلعب دوره عفوا دوره مجموعه اولى ودوره مجموعه ثانيه، ويبتدي دوري المرتبط بعد كده بنظام خروج المغلوب بين دور 16 ونبتدي واحنا طالعين لغايه ما نوصل الفاينل. النادي الاهلي بدا النهارده كابتن اشرف توفيق رجع الفرقه تاني، عمل راحه 24 ساعه بعد الدوره المجموعه الاولى، وبدأ يستأنف تاني تدريباته اللي هي مهمة جدا، اللي فيها بيلم شمل الفريق، اللي دايما بسبب وجود 8 لاعبين من خارج النادي لازم في تأقلم. التأقلم ده بيحصل جوه المباريات، بنشوفه، أنا اتفرجت عليهم صراحة داخل منطقة القاهرة، في تأقلم، في شكل جديد، في روح جديدة داخل لاعبين النادي الأهلي في كرة السلة. الأهلي حقق الفوز على هيئة قناة السويس وأصحاب الجياد و نادي سبورتنج، وكانت مباراه سبورتنج دي كانت مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، هي مقياس لقوه النادي الاهلي في هذه المباراه. خلينا نقول ان صفقات النادي الاهلي ما شاء الله، ايهاب امين خلاص يعني شهاده وجوده وشهاده ميلاد لايهاب امين، نجم كبير ما شاء الله عليه، نمسك الخشب هو الامريكاني اليكس يونج، ما شاء الله فعلا يعني عاملين طفره داخل الفريق مع بقيه الصفقات مع بقيه اللاعبين، عشان ما نقولش بنتكلم على لعيب او لعيب لا، لكن في لعيب كل مصر شايفاه وكل جماهير النادي الاهلي شايفاه من وجهه نظرها هو هيكون النجم الصاعد بقوه او النجم الشباك السنه دي، هو احمد شوكت لاعب النادي الاهلي السنه دي، اللي فعلا قدر النادي الاهلي يعني يفوز في 3 مباريات الاولانيه. هنقول نتائجهم دلوقتي ونستعرض نتائج على الشاشه اذا كان اصحاب الجياد او نادي سبورتنج او نادي القناه. النادي الاهلي كسب نادي القناه زي ما احنا شايفين قدامنا، كسب نادي القناه، بدا بنادي القناه وما شاء الله 103-78 في اول المباريات. تاني مباراه الاهلي لعب فيها نادي اصحاب الجياد وفاز النادي الاهلي 91-49، وفي برضه في الدرجه الاولى فاز 99-90. هنقف عند النقطه دي او هنقف عند المباراه دي لان هي كانت مباراه قويه جدا، نادي سبورتنج نادي من الانديه المرشحه بقوه، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هيتعدى هذه المرحله. نتائج دوري المرتبط، دوري المرتبط
الأهلي ونادي القناة 85-40، والأهلي وأصحاب الجياد 73-40، والأهلي ونادي سبورتنج 93-86. زي ما احنا شايفين قدامنا إن النادي الأهلي ما شاء الله عليه فايز في الدورة المجمعة الأولى، ولسه الدورة المجمعة الثانية هتتلعب بإذن الله أيام 9 و10 و11 اللي جايين، اللي هو أربع وخميس وجمعة في الوقت اللي جاي على طول. خلينا نشوف ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دوري المرتبط. في دوري المرتبط مجموعة النادي الأهلي اللي بتكون قلت سبورتنج وأصحاب الجياد قدامنا على الشاشة. الأهلي وسبورتنج أصحاب الجياد القناة، الأهلي لعب 3 مباريات فاز فيه 3 وما فيش أي هزيمة، نقاط الفريق الأول 9 نقاط ونقاط المرتبط 6، المجموع التوتال 15 بونت، 15 بونت في النادي الأهلي. نادي سبورتنج 3 مباريات وفاز في 2، خسر مباراة، نقاط الفريق الأول 7 والمرتبط 5 وكده المجموع 12. أصحاب الجياد 3 وفاز في مباراة، خسر مباراتين، نقاط الفريق الأول 5 ونقاط المرتبط 4 والمجموع 9 نقاط. و4 نادي القناة لعب 3 مباريات فاز فيه مباراة واحدة فقط، يعني الفرق سبورتنج واصحاب الجياد كل واحد كسب فيه مباراة، لنقاط الفريق الأول 5 نقاط والمرتبط 3 نقاط، بكده يكون المجموع 8 نقاط زي ما احنا شايفين قدامنا في الشاشة. الأهلي هيبدأ إن شاء الله مبارياته مع نادي القناة يوم الأربعاء اللي جاي، بعديها هيلعب أصحاب الجياد وبعديها على طول ماتش سبورتنج. أكيد لازم يكون معانا كابتن أحمد الجرحي في يعني نشوف ونسأله عن الفريق نادي الأهلي وإيه الأحوال في المرحلة اللي جاية. بنقول كابتن أحمد الجرحي مساء الخير. اعتقد المداخله مش موجوده، يعني اكيد هنحضرها، لكن في الاخر النادي الاهلي لكره السله، فريق الاهلي لكره السله ما شاء الله عليه ماشي بخطى ثابته، الناس كلها اللي بتتابع فريق كره السله من داخل الملعب وخارج الملعب اكيد في الوقت الحالي بيقولوا ان هو ماشي كويس جدا جدا جدا، لكن مستنيين مكالمه كابتن احمد الجرح عشان نطمن على احوال الفريق. لو رحنا لسيدات الاهلي، سيدات الأهلي في كرة السلة برضو بدأ دوري المرتبط ما شاء الله عليه، برضو موسم قوي في احتراف، في لعيبة محترفة جت وصلت، الأمور كلها على ما يرام، الشكل الأمور كلها تمام. خلينا نقول النادي الأهلي برضو لعب أول 3 مباريات في دوري المرتبط مع المعادي والزهور ونادي الصيد. خلينا نشوف نتائج دوري السيدات إيه اللي حصل فيه بالظبط. دوري السيدات المعادي اهو الطاشه قدامنا، الاهلي والمعادي، مباراه كانت مباراه 90-18 لنادي الاهلي، الاهلي والزهور 94-25، والاهلي ونادي الصيد 75-44. ده بالنسبه لنتائج الاهلي في الدوري المجمعه الاولى لسيدات كره السله. نتائج المرتبط، الاهلي بيلاعب المعادي في المرتبط وفاز عليه 83-12، فارق كبير جدا ما شاء الله، والاهلي 64 الزهور 27 والاهلي 74-50 مع نادي الصيد. كده بكده النادي الاهلي محتل صداره المجموعه اللي هي المجموعه الاولى، وفي نفس الوقت كده ما شاء الله عليهم ماشيين بخطه ثابته برضو ناحيه اتجاه دوري المرتبط اللي السنه اللي فاتت كنا كسبانينه. خلينا نشوف ترتيب مجموعه النادي الاهلي في دوري كره السله سيدات. الاهلي والصيد الزهور قدامنا على الشاشه، الاهلي لعب 3 مباريات فاز في 3، ما فيش هزيمه الحمد لله، نقاط الفريق الاول 9 ونقاط المرتبط 6 والمجموع 15 بونت. نادي الصيد 3 مباريات فاز في 2، اتهزم مباراة، نقاط الفريق الأول 7 ونقاط المرتبط 5، المجموع 12. الزهور 3 مباريات وفاز في مباراة، خسر مباراتين، نقاط الفريق الأول 5 ونقاط المرتبط 4 نقاط، بكده المجموع 9 نقاط، الأهلي بيحتل صدارة الترتيب في المجموعة الأولى. المعادي
لعب ثلاث مباريات خسر الثلاثه. نادي المعادي يعني شويه بعيد، لكن اكيد الاحتكاك، اكيد الاحتكاك، اكيد الاحتكاك معايا هيكون، اكيد الاحتكاك مع الانديه دي هيكون حاجه كويسه ليه. هزيمه ثلاثه، نقاط الفريق الاول ثلاثة ونقاط المرتبط ثلاثة، وبكده يكون نادي المعادي معاه ست نقاط في دوري السيدات. لسه مستني مكالمة كابتن أحمد الجرحي اللي احنا بنحاول نحضرها لكابتن أحمد الجرحي عشان نكلمه على فريق كرة السلة ونشوف فريق كرة السلة في النادي الأهلي كل الأحوال، بنتابعه على طول عشان نشوف المرحلة الجاية بإذن الله عندهم إيه. لكن خلينا نروح للعبة تانية، وهي اللعبة تاني بفضل اقول ان هي اللعبه المحيره لجماهير النادي الاهلي، وهي لعبه كره اليد هاندبول. اكيد طب خلينا نقف بس مع تليفون مهم، معانا كابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق كره السله رجال. كابتن احمد مساء الخير. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام ما شاء الله، نتائج رائعه، نتائج ماشيه في الطريق المستقيم او الطريق اللي احنا كل الناس بتتمناه. تقول لي يعني المرحله اللي فاتت الاعداد ودخول في مرحله دوري المرتبط، ايه الوضع بالظبط؟ والله يا استاذ خالد احنا بدانا يعني فتره الاعداد طبعا يمكن كملنا متاخر شويه، كان يعني بعض التعاقدات كانت لسه ما خلصتش. الحمد لله الفريق اكتمل، كملنا فتره اعدادنا، سافرنا اسكندريه لعبنا بعض الماتشات الوديه مع الجياد ومع سموحه ولعبنا الدور الاولاني في منطقه القاهره انديه يعني متوسطه الحمد لله. يعني كان لازم نلعب ماتشات بصرف النظر عن مستوى الماتشات عشان يحصل انفجار في التعامل. احنا السنه دي في تغيير كبير في الفرقه، حوالي 7-8 عناصر جديده، فمحتاجين يلعبوا مع بعض كتير. بدانا الحمد لله الدوري المرتبط مع هيئه قناه السويس والجياد، فزنا في الماتشين، كان وراهم نادي سبورتنج فرقه من يعني من التوب 6 كده اللي هم في البطوله، فرقه يعني متعوده ان هي تلعب على البطوله الفترات اللي فاتت. الحمد لله ادينا يعني مش هقدر اقول لك ان احنا وصلنا للفورمه 100% او حتى 90% من اللي احنا يعني نفسنا نشوفه، لكن يعني هنقدر نقول ان الفرقه وصلت 60-70% كده المستوى كويس. هكلمك بصراحة شديدة جدا على مباراة سبورتنج والفوز 9 بونت فرق، 99-90 اعتقد يعني ماتشات سبورتنج بتطلع بونت 2، الناس عندها شوية أريحية إن فريق كرة السلة ماشي في الطريق السليم. والله هو سبورتنج زي ما بقول لحضرتك فرقة كبيرة، لكن طبعا احنا الماتش وصلنا جوه الجيم لفرق 18 نقطة وفرق 19، وفي اخر دقيقه كان فاضل دقيقه وكان السكور 16 بوينت. بس طبعا انت عارف يعني مش عايز اتكلم لا انا لا اتكلم يعني مؤثرات خارجيه أكيد يعني التحكيم اللي خلت السكور ينتهي 9 بونت. بيقللوا الفرق دايما، هو دايما الماتشات الكبيره كده يقللوا فيها الفارق شويه. كابتن احمد، في سؤال مهم، انسجام اللاعبين اللي جم من بره النادي، الاضافات القويه جدا، ايهاب امين واليكس واحمد شوكت وشرشابي وكل الرجاله الكباتن الكبار بتوعنا، مستوى الانسجام بينهم وبين لاعبي النادي الاهلي دلوقتي وصلنا لدرجه شكلها قد ايه؟ والله يعني وصلنا لدرجه فوق ما احنا كنا متصورين في الفتره القصيره دي. يعني الحمد لله يعني يمكن شغل كابتن اشرف والجهاز كله معاه الفترة اللي فاتت، الفرقة يعني هتحس يعني ان اللعيبة بقى لها فترة كبيرة بتلعب في النادي. ما شاء الله يعني نشوف اليكس عامل ماتشات هايلة، ايهاب عامل ماتشات هايلة، ايمن شوكت كويس جدا، الزيات الشرشابي عاملين مستوى كويس، عبد الفضيل بدأ اخر واحد دخل معانا، طبعا هو اقلهم جاهزيه من الناحيه البدنيه لكن ما شاء الله يعني ادى في حدود الجاهزيه بتاعته بمستوى معقول. طبعا منتظرين منه اكتر من كده بكتير، منتظرين منهم اكتر من كده بكتير، لكن في لعيبه دخلت بسرعه وفي لعيبه بتاخد وقت شويه، لكن اوفرول يعني كل اللعيبه ادوا اداء مبشر جدا ان شاء الله السنه دي. من وجهة نظر الجمهور النادي الأهلي رقم واحد ما شاء الله بالنجوم اللي فيه،
من وجهه نظر الجهاز الفني اكيد في منافسه، شايف المنافسه السنه دي باذن الله مع اي فرقه في الدوري، في الدوري في الدوري المحترفين او الدوري المرتبط او الدوري العام؟ والله كابتن خالد يعني يمكن حضرتك ممكن تكون خبره كمان في عارف دوري الباسكت من زمان بيمشي ازاي. الموضوع ما بيبقاش في الباسكت اسماء او تعاقدات، او طبعا دي عليها يعني السلكشن بتاعك الفرقه بتاعتك اللي بتختارها في الاول حاجه مهمه جدا، جزء 50% من شغلك، لكن 50% تانية بيبقى اللعب، التمرين والماتشات وانك بتضحي عشان تكسب، انك تموت نفسك التانية عشان تكسب. المنافسه كبيره جدا، فرق كتير قوي، فرق شرسه جدا، اتحاد اسكندري، الزمالك، الجزيره، سموحه، سبورتنج، كل دي فرق مؤهله ان هي تلعب على بطوله. دي صعوبه دوري الباسكت دايما، انك النهارده بتخلص ماتش مع سبورتنج، بكره تخش مع الزمالك، بعده تخش مع الاتحاد. الموضوع بيبقى محتاج تركيز كبير جدا من اللعيبه ومن الجهاز. اكيد بنموت نفسنا عشان نحقق طموح جماهيرنا. الجمهور كله طبعا عارف ان هو نفسه يتفرج على ماتشات الباسكت. للاسف ما فيش حاجه اتذاعت لينا من الثلاث ماتشات اللي فاتوا، بس ان شاء الله متهيألي الماتشات اللي جايه دي مذاعه باذن الله. يعني احنا بنوعدهم ان احنا ما فيش حد يعني كل نقطه عرق، يعني محدش هيدخل بحاجه، عشان نقدر ان احنا ان شاء الله نفرحهم ونفرح النادي كله. وهم لازم يبقوا فاهمين طبعا ان المنافسه في الباسكت عريضه، يعني خمس ست فرق اكيد اكيد، يعني هي منافسه كبيره، يعملوا فينا خير، واحنا يعني سايبينها على ربنا ان شاء الله، ان شاء الله ان احنا نقدر نساعدهم. كلامك بصراحه شديده، منافسه قويه جدا، رد دبلوماسي منك انت شخصيا ان طبعا اكيد في منافسه، واكيد الرياضه ما بتعرفش حاجه غير العرق جوه الملعب، لكن ثقتنا في الجمهور، جمهور واثق تماما، وكل الناس، مجلس اداره وكل الناس، الاجهزه، كل الناس واثقه في فريق كره السله السنه دي ان هو يعمل موسم ان شاء الله باذن الله يكون بدايه لعصر انجازات كبير جدا في كره السله باذن الله على ايديكم. كابتن احمد جرحي بشكرك شكرا جزيلا اللي كنت معايا النهارده، وباذن الله فريق كره السله فعلا كلنا واثقين فيه، وكلنا عارفين وحاسين ان هم مش هيبخلوا ولا نقطه، لان ده النادي الاهلي اللي فعلا محتاج من كل لعيب يموت نفسه في ارض الملعب عشان في الاخر يطلع كسبانين باذن الله. كل امنياتنا الطيبه ليهم باذن الله لفريق كره السله. هنروح بقى لسه كنا قطعنا كلام، وهنروح لفريق كره اليد. فريق كره اليد المحير للجماهير، اللي هو كثير من الجماهير بيتكلموا على فريق كره اليد، مع ان فريق كره اليد لو بصينا له بصه موضوعيه شويه هنلاقي ان عنده 9 لعيبه في منتخب مصر، 9 لعيبه داخل الاطار الفني لمنتخب مصر استدعوهم فعلا، يعني اكتر من 3/4 الفرقه داخل منتخب مصر. بمعنى لو استعرضنا بس الاسماء السريعه للاعبين لنادي الاهلي هنلاقي ان عندنا من اسماء اللاعبين عبد الرحمن طه وعصام الطيار، ما شاء الله الاثنين داخل مرمى باهر، داخل منتخب مصر، باهر البدراوي واسلام حسن، ابراهيم المصري، احمد عادل، محمد جمال، عمر كاستيلو، واحمد خيري. المنتخب بيستعد طبعا لبطوله افريقيا اللي جايه في تونس، واللي هتكون في، واحمد خيري كمان، يبقى كده 9 لاعبين داخل اطار الفني لمنتخب مصر. بمعنى لو اتكلمنا ان دول متواجدين في منتخب مصر، واعتقد ان 9 اقل حاجه هتاخد منهم 8، يعني اعتقد ان النادي الاهلي ان شاء الله بخير وقادم بقوه. انا بطمن الجماهير اللي هو قلقانين فعلا على فريق كره اليد، لكن انا بقول لهم بطمنهم ان فريق كره اليد ان شاء الله قادم بقوه باذن الله، وهتواجد ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه داخل الدوري المحترفين المصري بقوه باذن الله. هنروح لحاجه مهمه ونقول ان لا، كان عندنا اصابات في الاول السيزون، اصابات كان عندنا محمود فايز، كان عندنا ممدوح طه، الاثنين لغايه وقتنا هذا ما لعبوش، وكان عندنا اصابات بالتتابع، عبد الرحمن فيصل، كان عندنا اسلام حسن، كان عندنا عمر حجاج سافر لبره، كان لسه الفريق ما اكتملش، وفعلا في المرحله الاولى من الدوري المحترفين لسه فرقه الاهلي ما اكتملتش ان هي تلعب كامله، يا دوب لعيبه تروح منتخب، لعيبه مصابه، لكن ده ليس تبرير لاي حاجه، لكن لازم نقول ان نتائج النادي الاهلي في اول 7 مباريات كانت نتائج، شايفين ان في نظام، شايفين ان المدير الفني اضاف للفريق حاجات كويسه، عنده سيستم داخل ارض الملعب، عنده دفاع قوي جدا، والدفاع القوي جدا مش بالكلام اللي انا بكلمه، الدفاع القوي اثبته الاحصائيات
في الموسم ده، بمعنى ان لو شفنا جدول الترتيب للنادي الاهلي هنلاقي ان هو اقل فرقه دخل فيها اهداف لسببين. سبب ان الدفاع اللي هو الخواجه اللي عمله اللي قال اللي هو اثبته يعني مرن الفرقه عليه كويس جدا، 6-0 بيدافع 6-0 بقوه جدا، بيغيرها ل 5-1، وفي نفس الوقت حراسه مرمى النادي الاهلي عليها عامل كبير. لازم نستعرض جدول الترتيب للفرق المشاركه في دوري المحترفين عشان نعرف موقف النادي الاهلي فين بالظبط في جدول الترتيب. هنلاقي ان هو عليه 134 هدف، اقرب فرقه 158 نادي سموحه. الموضوع بعيد جدا جدا، لكن خلينا نخرج لمداخله مهمه قبل ما نستعرض جدول الترتيب. خلينا نخرج لمداخله مهمه، كابتن عبد الوارث محمد عبد الوارث مدرب الفريق الاول بالنادي الاهلي. كابتن عبد الوارث مساء الخير. مساء الخير يا كابتن عوضي، اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. طمنا، بعد 7 مباريات النادي الاهلي تقول ايه بعد 7 مباريات في دوري المحترفين عن النادي الاهلي؟ والله اول حاجه احنا 7 مباريات كانت عندنا فيها مشاكل كبيره جدا. بالظبط. كميه اصابات غير طبيعيه حصلت من اول من قبل ما نبدا الموسم. كان عندنا في 7 أو 8 لعيبه تقريبا مصابين. وكلهم عناصر اساسيه. والحمد لله ان هم بداوا يرجعوا دلوقتي ان شاء الله في بدايه رجوع الدوري تاني ان شاء الله يوم 31، ان شاء الله الفريق هيبقى متكامل. عندنا محمود فايز وهم ما نزلوش ارض. محمود فايز لسه كان بدايه الموسم هو وممدوح طه كانوا لسه لغايه دلوقتي ما نزلوش. ان شاء الله هيبقوا متواجدين ان شاء الله من اول الشهر من 31. وحصل عندنا اسلام برده كان من اول بدايه الموسم. بالظبط. قبل ما نبدا برده كان جاله اصابه قويه في انكل رجله. ولازم تقريبا معانا اخر ماتشين وشارك بنسبه بسيطه جدا. قدرنا نطمن عليه. عندنا برده يوسف معرف كان برده حصل مشكله برده كان عنده اصابه برده في انكل رجله. وعبد الرحمن فيصل طبعا في ماتش اليوبلس جاله كسر في الصباع ايده الشمال. وعصام الطيار برضه حصلت من اصابه كان في التمرين في المنتخب جاله حاجه برضه اصابه في الركبه الغضروف ناتش بالغضروف. فطبعا كل الحاجات دي اثرت علينا، بس الحمد لله كان موجود بقيه الفريق قدروا ان هم يسدوا المكان. وده اللي احنا متعودين عليه منهم طبعا رجاله كلهم. الحمد لله قدرنا نعدي الجزء الاولاني ده، وان شاء الله بعد رجوع الاصابات ان شاء الله نبدا نبان بشكل كويس، نبدا نبين مستوى الفريق ان شاء الله. بكلمك بصراحه شديده، جمهور النادي الاهلي تقريبا اكتر فرقه بيتكلم عليها في السوشيال ميديا هي فريق كره اليد. مظبوط؟ اكيد انت عارف ده كويس. طيب انا شايف ان وجهه نظري، او انا بسالك السؤال الموضوعي او السؤال الحقيقي، عندك 9 لعيبه في منتخب مصر من اصل 18 لعيبه، يعني عندك 50% من قوام الفرقه داخل منتخب مصر. تقول ايه على 9 لعيبه داخل منتخب مصر؟ طبعا دي حاجه طبعا كويسه لينا، بس في نفس الوقت برضو احنا بنعاني منها في موضوع التدريب. طبعا هم عناصر كويسين جدا مهمين جدا في المنتخب. دي حاجه طبعا بالنسبه لهم وبالنسبه ان احنا نبقى عندنا 50% من الفريق موجود في منتخب مصر ومن القوام الاساسي، دي طبعا دي حاجه تشرفنا، دي حاجه نبقى مبسوطين منها. بغض النظر طبعا ان دي بتاثر علينا بالسلب طبعا في التمرين، ان احنا نبقى نص اللعيبه مش موجود عندنا. احنا مش عارفين نطلع كل الشغل بتاعنا في التمارين في الفريق، بس الحمد لله يعني دي حاجه ان شاء الله يعني باذن الله تبقى حاجه ايجابيه للفريق. ايجابيه اكيد اكيد، حاجه ايجابيه. طبعا طبعا. طيب. حاجه ايجابيه بالنسبه لنا جدا جدا يعني. كويس. عمر حجاج سافر الدوري الاماراتي في يناير اللي جاي، هنحط حد مكانه ولا ايه بالظبط؟ اكيد احنا شغالين ان شاء الله على الموضوع ده، بس طبعا احنا الفتره دي مش هنقدر نجيب اي حد غير لازم في انتقالات يناير. عشان نقدر ان احنا نشوف مين اللي هيبقى متاح معانا. دي برضو خطه كابتن عمر طبعا وكابتن يحيى وكابتن اولى موجودين، كلنا بندور وبنشوف مين الاصلح يبقى موجود في المكان. وان شاء الله احنا في كذا اختيار قدامنا، وان شاء الله نقدر نجيب يعني المكان الناقص ان شاء الله ان احنا ندعم بيه الفريق يا رب باذن الله. لكن طمنا على حجم المنافسه في المرحله اللي جايه مع الفرق، شايفينها ازاي من وجهه نظر الجهاز الفني؟
طبعا الموضوع صعب مش سهل طبعا. موضوع ال 18 لاعب ده عمل اشعل الدوري زي ما بنقول. بقى تقريبا كل ما فيش فريق ضعيف، كل المنافسات قويه. احنا ان شاء الله بقى شغالين كويس قوي على الموضوع ده، وصلنا لكام نقطه كده ان احنا نقدر نحل بيها الفتره الجايه، وان شاء الله ما بقاش فيه عواقب ان شاء الله باذن الله يا كابتن محمد. ويا رب باذن الله التوفيق ليكم في المرحله اللي جايه. كل جماهير النادي الاهلي منتظره فريق كره اليد رقم واحد في النادي الاهلي باذن الله. هنبارك لكم على موسم ان شاء الله يكون موسم قوي جدا لفريق كره اليد ان شاء الله. خلينا شكرا كابتن عوارس. خلينا نرجع لترتيب فريق النادي الاهلي في جدول ترتيب الدوري المحترفين عشان نشوف الارقام قالت ايه، وهي الارقام هي بتقول كل حاجه. لو شفنا ترتيب الدوري هنلاقي ان ترتيب الدوري النادي الاهلي بيجي في المركز الرابع. المركز الرابع الاول الزمالك، الثاني سبورتنج، الثالث طلائع الجيش، والنادي الاهلي في الرابع. النادي الاهلي لعب 7 مباريات، فاز في 6، اتهزم في مباراه من نادي هليوبلس، وله 173 هدف عليه كام؟ 134 هدف معاه 19 بونت. هنقف عند دي لان بقول لكم دي قوه حراسه مرمى، قوه الدفاع النادي الاهلي هي اللي مخليها 134 على 7 مباريات. ده رقم قليل جدا ما شاء الله عليهم، ودي اهم حاجه. ودي كره اليد السريعه، وكره اليد دي كره اليد الحديثه، ان هي دفاع قوي جدا، حارس مرمى والجري الفاست بريك. اعتقد دي اهم سمه في فرقه النادي الاهلي المتواجده في الوقت الحالي. الخامس نادي سموحه، والسادس نادي هليوبلس. بكده دول اول 6 فرق هم هيصعدوا لدوري المرحله الثانيه. هنكمل السابع الاولمبي برصيد 15 بونت، الثامن نادي الجزيره 15 بونت، 9 المعادي برصيد 14، اصحاب الجياد العاشر برصيد 14 بونت، حدائق الاهرام 11 برصيد 12 بونت، ونادي الزهور بالمركز ال 12 برصيد 11 بونت. لو شفنا الجدول يبقى كده اول 8 فرق. المفروض ان الدوري السنه دي دوري المحترفين هو دوري من دور واحد في الاول، وبعد كده بيرتبوا، او ده يعتبر تصنيف من الاول للثامن، يتاخد الاول للثامن يلعبوا دوري رايح جاي بينهم، واللي يكسب يفوز بدوري المحترفين لكره اليد. النادي الاهلي ناقص له لسه مباريات، الدوري واقف بسبب بطوله افريقيا للانديه. اول ما هيرجعوا يبتدي الدوري تاني يوم 31 اكتوبر، ويرجع الدوري يقف تاني في يناير اللي جاي علشان بطوله افريقيا اللي هتقام في تونس المؤهله للاولمبياد. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل معاكم حديثنا النهارده عن العاب في النادي الاهلي. بعد الفاصل، واكيد بيهم جمهور النادي الاهلي، اكيد بيهم حاجه مهمه جدا وهي الالعاب الجماعيه. هي فعلا الالعاب الجماعيه كل الجماهير بتدور على الالعاب الجماعيه، اذا كان رجال او سيدات، وفي نفس الوقت برضو الارقام الفرديه والالعاب الفرديه اكيد بندور عليها. فاكيد عندنا حاجات كتيره جدا بس مش قادرين نحطها في يوم واحد اتباعا ورا بعضيها، بنتابع الفرق بتاعتنا كلها في كل مكان. خلينا نروح لفريق كره اليد سيدات، سيبنا خلاص الباسكت وسيبنا كره اليد رجال، هنروح لكره اليد سيدات اللي بدات الموسم السنه اللي فاتت. كابتن ياسر صلاح ونجمات الفريق ما شاء الله عليهم، 4 بطولات: منطقه، دوري، سوبر، وكاس مصر. 4 بطولات السيزون. دايما متعودين فريق كره اليد سيدات على الاداء القوي جدا، كل نقطه تعرف في ارض الملعب. وفعلا هم بداوا السنه دي الدوري المحترفات او الدوري العام للسيدات، وبدا بمباراه بينها وبين فريق شامبيون، فريق الرحاب. فريق الرحاب يعني لسه مكتمل 30-9. المباراه كبيره جدا، كانت الجوله الاولى، بمعنى ان فعلا فريق الرحاب لسه بيشارك مع
الدوري. الدوري ده عباره عن مجموعتين في الدوري، مجموعه لثمان فرق وثمان فرق وهكذا، وفي الاخر بيبتدي التصفيات الاخيره، بياخد اول ثمان فرق ويبتدي يلعب بيهم دوري رايح جاي، واللي يكسب هو بيكسب دوري السيدات. لكن خلينا نشوف ترتيب مباريات النادي الاهلي في السنه دي باذن الله بعد اول مرحله. خلاص فريق الشامبيون خلص، والنادي الاهلي عنده مباريات هتبدا من يوم 12 على طول 12/10، وهتخلص الدوري ده هيخلص في 4/1 باذن الله. النادي الاهلي بيقابله فرق قويه جدا داخل مجموعته، اعتقد فريق سبورتنج، فريق الطيران، والجزيره، الثلاث فرق دول جوه النادي الاهلي او مع النادي الاهلي في المجموعه، اعتقد في منافسه قويه جدا بينهم. هو زي ما قلت لكم فعلا، واحسن اربعه في الدوري هياخدوا 16 فرقه، مجموعتين اتقسموا، هياخدوا اربعه واربعه، هيلعبوا دوري ويخلصوا دوري المحترفين وفي نفس او المحترفات، وفي نفس الوقت ياخدوا اخر اربع فرق يلعبوا دوري السوبر. فريق كره النادي السيدات منتظرين، كل جماهير النادي الاهلي منتظره منه اربع بطولات باذن الله السنه دي ليهم، كل امنياتنا الطيبه ليهم. نروح لفريق الذهب في النادي الاهلي، ما شاء الله بطولات السيزون السنه اللي فاتت، فريق كره الطايره رجال، اللي كل الناس دلوقتي كمان متابعه بطوله العالم اللي بتلعب في اليابان، وكل الناس كانت امنياتها ليهم ان هم يكسبوا بعد ما كسبوا اول ماتشين استراليا في ايران. وكل النادي الاهلي فيه سبع لاعبين داخل منتخب مصر. النادي الاهلي بدا رسميا كدوري، بدا رسميا الدوري، لكن الدوري ده فيه استثناء حصل جوه الدوري ده لاربع فرق، الاهلي، الزمالك، الجيش، سموحه. الأربع فرق دول بدأوا الدوري ونتائجهم غير محسوبة. ده كنت بتكلم مع كابتن ميدو شخصيا وقال لي إن دي حاجة كويسة جدا إن احنا نلعب الدوري ده بدون اللاعبين الدوليين السبعة، عشان نقدر نشوف ولاد الشباب داخل الدوري ده وهو كمان مش محسوب. فالأربع فرق دول واصلين دي المرحلة الثانية، هم أربع مجموعات بياخدوا أول ثلاثة، في أربعة حجزوا المكان ناقص ثمان أماكن. بياخدوا ال 12 فريق بيلعبوا دوري رايح جاي، اللي يكسب بيخلص الدوري، لان كمان في نص السيزون في يناير الجاي الدوري هيقف تاني عشان التصفيات الاولمبيه المؤهله لطوكيو 2020 للكره الطايره. النادي الاهلي لعب ثلاث مباريات، لعب مع جزيره الورد، ولعب مع الطيران، وبيلعب النهارده مع هليوبس. كسب اول مباراه وكسبنا كمان، اهو لسه جاي للخبر حالا دلوقتي، الاهلي لعب جزيره الورد، النتائج بتاعتنا 3-0 الاهلي مع الطيران 3-0، والنهارده لسه الخبر واصل حالا 3-1 دي النادي الاهلي. بكده النادي الاهلي اول ثلاث مباريات ما شاء الله عليه بيجربوا اللعيبه، بنشوف الوضع شكله ازاي في كل الاحوال. دي حاجه مهمه جدا، بتدي خبرات للعيبه شباب في دوري بلا نقاط. خلينا نخش على المرحله اللي بعدها، لازم نكون معانا مجموعه النادي الاهلي عشان نعرف النادي الاهلي ترتيبه قبل مباراه النهارده داخل مجموعته الوضع ايه بالظبط. ترتيب النادي الاهلي ما شاء الله، فريق كره الطايره في المركز الاول برغم غياب سبع لاعبين في منتخب مصر. النادي الاهلي في المركز الاول، لعب مباراتين وفاز في اثنين، له ست نقاط لست اشواط عفوا، والمجموع ست نقاط. هليوبلس اثنين، فاز في اثنين، والنهارده طبعا بعد الخساره اكيد الجدول ده هيتغير، لكن خلينا نقول هو برضه معاه ست نقاط. الشرقيه للدخان في المركز الثالث ومعاها نقطتين، ونادي الزهور المركز الرابع معاه نقطتين، الطيران الخامس، ونادي جزيرة الورد بكل واحد نقطة واحدة. لاعبينا الدوليين المتواجدين دلوقتي في منتخب مصر سبع لاعبين، عبد الله عبد السلام واحمد صلاح ومحمد عادل، احمد عبد العال، عبد الرحمن سعودي، وحسام يوسف، واحمد سعيد. لكن خلينا نقول ان ما شاء الله عليهم بدأوا الدوري او بدأوا بطولة العالم يعني بفوز على استراليا وبعديها ايران، وايران مصنفه. الناس طمعت، الناس قالت عايزين نروح في حته ثانيه في بطوله العالم، فعلا بفضل، وده كلام على السوشيال ميديا في العالم وكل صفحات العالم وكل الصحف العالميه بتكتب على كابتن احمد صلاح نجمنا الكبير، احسن ضارب في اوروبا، احسن ضارب في العالم، احسن ضارب في مصر وافريقيا على مدار التاريخ، اسم هيكتب في تاريخ الكره الطايره بشكل مختلف. فعلا حاله استثنائيه، فعلا بيعيش يعني فريق الكره الطايره بوجود احمد صلاح في مصر، مش في كمان في النادي الاهلي، بيعيش مرحله استثنائيه بوجود كابتن عبد الله عبد السلام، بوجود لاعبين كبار بحجم لاعبين السبع لاعبين المتواجدين داخل منتخب مصر من النادي الاهلي. كابتن احمد صلاح هو كابتن احمد سعيد بيتواجدوا ضمن افضل خمس مسجلين، خمس مسجلين في النقاط حتى الان، الاثنين 74 نقطه في
الترتيب، وكمان في افضل ضريب كابتن احمد صاحب يحتل ايه المركز الثامن، نجمنا الكبير اللي قدامنا على الشاشه ما شاء الله. عملوا له الاتحاد الدولي ده في الفيديو ده منقول على الاتحاد الدولي لكره الطايره، عمل له فيديو مخصوص بنقاطه في المباريات ما شاء الله عليه، نجم من نجوم العالم متواجد كابتن احمد صلاح، عامل في يعني متواجد في افضل ضاربين في المركز الثامن برصيد 62 نقطه بنسبه نجاح 50% 50 و82%. حائط الصد يتواجد نجمنا الكبير كابتن محمد عادل برضو في افضل حائط صد برصيد 11 نقطه مركز التاسع، كابتن عادل 11 نقطه من حائط الصد بالاضافه الى نجاحه كمان في استرجاع 27 مره في الكوره، طبعا ما شاء الله عليه ارسالات ساحقه. كابتن احمد صلاح برضو قدامنا في الصوره، هو كابتن محمد عادل، كابتن احمد صلاح المركز الثامن برضو في قائمه الارسالات، 8 ارسالات ساحقه في المباراه في المباريات. افضل معدين بكابتن عبد الله عبد السلام لاعب كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر المركز العاشر، نجم كبير في وسط الكره الطايره، كلهم بيقولوا ان عبد الله عبد السلام بيعمل كمان حاله استثنائيه داخل المعدين، بمعنى ان هو بيلعب بمزاج قوي رايق قوي، قادر يلعب فرقته، قادر يسستم الفرقه زي ما هو عايز، لان المعد في الكره الطايره هو اهم لاعب في الملعب، هو اللي بيحرك الخمس لاعبين ما شاء الله عليه. كابتن عبد الله عبد السلام ضمن افضل 10 معدين، كابتن عبد الله في المركز السادس. افضل استقبال بيجي برضو نجمنا واحسن ضارب في افريقيا كابتن احمد سعيد، بيجي من افضل استقبال، بيتواجد ضمن افضل 10 لاعبين، كابتن احمد سعيد استقبل 66 مره بنجاح، 7 مرات في اخطاء، 7 مرات بنسبه نجاح 53%، ما شاء الله. يا ريت الكره الطايره تكمل. طبعا لعبنا ماتشين روسيا وكندا خسرنا، روسيا البرازيل خسرنا يعني، لكن في الاخر الناس تامل ان فريق كره الطايره يحقق مركز في الدوري، دوري صعب جدا او بطوله عالم صعبه جدا، لانها متواجد 12 منتخب بيلعبوا 11 مباراه في 15 يوم، الموضوع صعب جدا، الحمل عالي جدا، واعتقد كابتن ايلو مسلحي بيعد لده، لان الحمل هيجوا منه ويرجعوا على ماتشات الدوري بعد كده يخرجوا منه، اعتقد الاحمال لازم تكون متناسبه مع فريق الكره الطايره. خلينا نروح لنتائج مصر في بطوله العالم، ودي حاجه ودي نتائج مصر في بطوله العالم، لعبوا 5 مباريات، 5 مباريات في بطوله العالم، وبدانا باستراليا وبدانا فتحه خير بنتيجه 3-1 مع استراليا. خلينا نشوف النتائج منتخب مصر مع الفرق او المنتخبات الاخرى في بطوله العالم. مصر واستراليا 3-1، تاني مباراة وإيران مصنفة 3-1، وكانت مش هقول لك مفاجأة، لكن اللاعبين قدروا فعلا يمسكوا الأمور وقدروا يحكموا الملعب زي ما هم عايزين، وكسبنا مباراة 3-1 من فريق أو منتخب قوي جدا في منتخبات العالم. تالت مباراة مصر مع البرازيل خسرنا 3-1، ولازم نقول إن مصر لعبت مباراة قوية جدا، لكن المنتخب البرازيلي منتخب مصنف على مستوى العالم. ثالث مباراة مصر وكندا 3-2، الناس كلها كانت شايفة ان ماتش مصر وكندا كنا لازم نكسبه، لكن برضو مصر ادت مباراة قوية جدا، وتيجي في اخر مباراة مصر وروسيا 3-1 للمنتخب الروسي. اكيد يعني زي ما احنا شايفين قدامنا كده النتائج مبشرة جدا، لسه فريق الشباب واخد ربع العالم، منتخب الطايرة في بطولة العالم بيؤدي بشكل جيد جدا. خلينا نخرج لمديرنا الفني كابتننا الكبير كابتن ميدو مصلحي. مساء الخير يا كابتن ميدو. مساء الفل يا كابتن خالد، اخبارك ايه؟ والله بخير الحمد لله. مستمتع بفريق الكره الطايره بمنتخب مصر وهو بيلعب في بطوله العالم في اليابان، ورايك ايه؟ جدا جدا، يعني عامل ماتشات هايله وممتاز يعني، وعاملين بطوله اكثر من رائعه. والناس كلها بصراحه كل اللعيبه بيعملوا ما عليهم زياده يعني، وخصوصا لعيبه الخبره كلها اللي هو متمثله بقى في احمد صلاح وعبد الله وحسام واللعيبه الشباب، في مزيج كده جميل جدا في المنتخب، والراجل كمان عامل شغل كويس قوي، وربنا يوفقهم في اللي جاي ان شاء الله. بيقولوا ان عبد الله عبد السلام كابتن عبد الله عبد السلام كابتن منتخب مصر والنادي الاهلي بيلعب وهو رايق قوي، بيلعب بمزاج قوي، بيلعب فرقته زي ما هو عايز، يا ريت تقول لنا حكايه كابتن عبد الله عبد السلام داخل بطوله العالم. والله عبد الله عبد السلام ده قصه لوحده يعني. بالظبط. فعلا يعني حاجه في منتهى الشرف وفي منتهى الجمال ان هو
بيواصل التألق، يعني صانع العاب مصر فعلا حاجه، بيعرف يلعب الناس اللي قدامه كويس قوي، بيعرف الخصم اللي قدامه كويس قوي، بيعرف يدي لمين في الوقت المناسب. قصه لوحده واسطوره من الاساطير فعلا الكره الطايره هو عبد الله عبد السلام. يعني انا يعني مش عارف اتكلم عليه اكتر من كده، هو صاحبي قبل ما يكون لعيب عندي، لان انا كلامي عليه هيبقى يعني فعلا اكتر من كده بكتير، هو يستحق اكتر من كده بكتير قوي كمان كابتن عبد الله عبد السلام. طب لا شفت لما شفنا بصراحه، انا لازم اكلمك عشان على بطوله العالم، لان انا بصراحه يعني مبسوط قوي، يعني حاجه سعداني جدا وجود احمد صلاح في احسن ضارب، ووجود احمد سعيد، محمد عادل، عبد الله عبد السلام، ولادك او اصحابك في ارض الملعب، شايف الموضوع ده ازاي؟ والنادي الاهلي راجع على دوري عام وداخل على احمال، وبعد كده يطلع بطوله افريقيا للتصفيات الاولمبيه عفوا، شايف الموضوع ازاي ماشي معاك ازاي يا كابتن ميدو السنه دي بصراحه؟ هقول لك بمنتهى الامانه ان الموضوع ده هيبقى على النادي الاهلي مش ليه. يعني انت بتتكلم في دلوقتي في اربع خمس اشهر لعيبه المنتخب ديت بتلعب كلهم ماتشات ثقيله جدا، هيرجعوا على النادي. يعني انا عايز اقول لك ارهاق شديد جدا هيبقى عليهم، كفايه حتى يعني بيلعبوا 11 ماتش في 15 يوم، ده كتير قوي، حمل كبير جدا على اللعيبه. هو طبعا هتيجي على النادي الاهلي بدون شك، يعني في سبع لعيبه هيتاثروا جدا بالموضوع دوت. ربنا يقدرني بس واقدر نعمل استشفاء سريع كده، لانهم احنا هنبتدي الدوري على طول بعد ما يرجعوا، هياخدوا اسبوع اجازه ونبتدي ان شاء الله. يعني الدوري الدور المهم جدا من 7 11 ان شاء الله اقدر انا والدكاتره طبعا اللي معايا ان احنا نقدر نعمل استشفاء سريع ليهم ويبقوا في الفورمه تاني، لان الموضوع مش سهل خالص. زي ما بقول لك سبع لعيبه يمكن قوام النادي الاهلي منتخب مصر منهم. ربنا يقدرني بس ان شاء الله ونرجعهم سريعا يعني من الفورمه بتاعتهم. لما اتقابلت معاك قلت لي ان الدوري اللي احنا بنلعبه دلوقتي ده كان دوري مهم بوجود سبع لاعبين في منتخب مصر، فاقدر الشباب يقدر يعوض ده، شايف التجربه ازاي؟ ماتشات بدون نتائج، انت قلت لي شخصيا انت مبسوط منها. والله يا كابتن خالد اقول لك النهارده حتى الفرقه الشباب النهارده عملوا ماتش هايل جدا جدا مع نادي هليوبلس، كانوا بيكافحوا ماتش فعلا اداهم خبره عاليه جدا كل الشباب اللي لعبوا. وانا احب اشيد برضه بالناس الكبار، اللعيبه الكبار منعم وعبد اللطيف ورؤوف ومعوض، فعلا كانوا شايلين معاهم ومستحملين جدا. لكن انا بقول لك النهارده الشباب عملوا جيم رائع وانا مبسوط جدا جدا منهم. يعني فعلا نوايا جميله جدا وطيبه جدا لمستقبل النادي الاهلي. لو قلت لك بالاسامي كده يعني يوسف سفيان ويوسف الصافي وانا الشاوي وحماد عثمان وعمر الشريف ومروان وناس، والله العظيم لعيبه، انا يمكن معايا 10 لعيبه شباب النهارده، انا مبسوط منهم جدا في بالخبره اللي خدوها النهارده والماتشات كلها، وان شاء الله مزيد من الانتصارات باذن الله. اسالك سؤال مهم جدا، كابتن محمد عبد المنعم اخباره ايه؟ كل جميل بيسال على كابتن محمد عبد المنعم داخل ارض الملعب، وبدا ما شاء الله عليه يدخل في اجواء مره ثانيه بكابتن محمد عبد المنعم اللي احنا عارفينه. محمد عبد المنعم الحمد لله شغال كويس، هو لسه يعني اكيد كابتن محمد عبد المنعم لعيب مهم جدا، كان عنده اصابات في المرحله اللي فاتت، لكن بعد ما قابلته في النادي الراجل ما شاء الله عليه ماشي على علاج، ماشي على الطريق السليم، هو نفسه حاسس الامور احسن كتير. بنتمنى الكابتن محمد عبد المنعم وجوده، لان مره ثانيه عودته لمنتخب مصر وعودته لمصر في المرحله اللي جايه بالذات داخل التصفيات الاولمبيه حاجه مهمه جدا لمنتخب مصر، بنتمنى له وجوده سريعا داخل منتخب مصر، ونتمنى لفريق كره الطايره التوفيق في المرحله اللي جايه، ان فريق كره الطايره فعلا حاجه منوره كبيره في النادي الاهلي، وكل جماهير النادي الاهلي بيحبوا فريق الكره الطايره داخل النادي الاهلي. خلينا بقى نرجع تاني مره ونشوف جدول الترتيب لمنتخب مصر في بطوله العالم اللي بتقام دلوقتي في اليابان، ترتيبه السادس، لكن ان شاء الله باذن الله فعلى اخر المباريات يكون ترتيبه تقدم مركز او اتنين، نتمنى ان هو يوصل لغايه الرابع او الثالث، يعني ده الشكل العام اللي قدامنا. منتخب مصر في المركز السادس زي ما احنا شايفين قدامنا. البرازيل لعب خمس مباريات، الكلام ده بعد لعبه خمس مباريات. البرازيل خمسه وفاز في خمس مباريات ما تهزمش، ليه اشواط 15 وعليه 2 15 نقطه.
أمريكا الثاني برصيد 13 نقطة، وبولندا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، اليابان المركز الرابع برصيد 12 نقطة، روسيا المركز الخامس برصيد 9 نقاط، ومصر في المركز السادس برصيد 7 نقاط. 7 الأرجنتين، 8 إيران، 9 كندا، 10 إيطاليا، 11 أستراليا، و12 المنتخب التونسي الشقيق. بكده زي ما احنا شايفين قدامنا الترتيب بتاعنا اللي احنا شايفين قدامنا، ان مصر في المركز السادس، نتمنى على اخر البطوله يكون ترتيبها طلع مركز او اتنين. لو سيبنا الكره الطايره هنروح للتنس. معلش الورق معايا كتير، اعذروني، هنروح للتنس. وكابتن ابو طالب بيقول ان الاهلي، كابتن ابو طالب هو المدرب المدير الفني لفريق التنس الارضي، بيقول ان احنا الدوري قرب ناحيه النادي الاهلي، في اتجاه النادي الاهلي. كابتن ابو طالب بيقول ان فرق القطاع الجاهز لختام الموسم، الموسم بتاعهم بيبدا مختلف شويه، بيبدا في يناير وبيخلص في الوقت ده، وكل موسم بيقعد شهرين وبيبتدي في يناير تاني وهكذا. فريق التنس طاوله عكس شويه الفرق الجماعيه او الالعاب الفرديه حتى اللي بتبدا من 9 وتخلص في 5، هم عكسهم شويه فريق التنس طاوله. فريق 12 سنه، مواليد 12 سنه، قدر يقترب من منصات التتويج، وخاصه انه يتصدر المجموعه الاولى بعد التعادل امام وادي دجله. كمان الجهاز الفني لفريق التنس الارضي في النادي الاهلي، كابتن عمرو الهمشاري رئيسا، وابراهيم ابو طالب مديرا فنيا، وشريف عادل مدرب عام، ومحمود عزت مدير قطاع الناشئين، احمد منير طه مدرب، ومحمد احمد حسن مدربا، واحمد عبد الغني اداريا. نتمنى التوفيق لفريق التنس الارضي في النادي الاهلي. سباحه، نروح لفريق السباحه وما شاء الله عليه، وبطوله بلغاريا. فريق السباحه بيشارك في بطوله بلغاريا، خلاص البطوله ان شاء الله باذن الله على يوم الاربعاء الجاي تكون بدات، هيسافروا خلاص الفريق ان شاء الله، يسافر بكره ويوم الاربعاء تبتدي البطوله. بطوله مهمه بيسافر فيها لاعبينا، بيسافر فيها عدد كبير جدا طبقا للمقياس او طبقا للمواصفات اللي بتحط من جهاز السباحه، بيحط فيها قياس معين، بياخد ترتيب وبتدي اللعيبه تطلع، بتطلع بعثه كبيره جدا لبلغاريا. ان شاء الله باذن الله هتتجه البعثه لبلغاريا عشان تقدر تشارك. البعثه بتضم 50 سباح وسباحه. لازم يكون معانا كابتن محمد فاضل نائب رئيس جهاز العاب الماء عشان نساله ونشوف اخبار بعثه منتخب بعثه النادي الاهلي اللي هتطلع لبلغاريا. كابتن محمد مساء الخير. مساء الخير كابتن خالد، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كابتن خالد، اخبار حضرتك؟ وحشني. انت لو وحشني كتير، قول لي طمني، هنعمل ايه في بلغاريا؟ هتسافر امتى؟ والتجهيزات، حاجات كتير قوي عندكم دايما في السباحه كده، لما يكون البعثه كبيره الاقي كابتن محمد فاضل مش موجود في النادي، بيلف ويروح ويرجع ويروح، حاجات كتير، طمنا. ربنا يخليك كابتن خالد، يعني ده شهاده انا اخذت بيها من راجل دولي زي حضرتك. احنا ان شاء الله البطوله باذن الله مسافرين يوم الاربعاء بالليل، بعد بكره بالليل باذن الله، نوصل الخميس الصبح. هيبقى عندنا تدريبه كده سريعه قبل البطوله، والبطوله تبدا يوم الجمعه والسبت والحد. هي بطوله من البطولات الدوليه في اوروبا، موجوده في الاتحاد الاوروبي، داخل الاجنده بتاع الاتحاد الاوروبي. بطوله تبقى قويه، بيكون فيها فرق مشتركه من دول كتير من اوروبا، بالذات الكتله الشرقيه بتاعت اوروبا. احنا السنه اللي فاتت عملنا نتائج كويسه الحمد لله فيها، وكان عندنا يعني سباح احسن ناشئ في البطوله كان موجود من عندنا، كان عندنا ثالث احسن سباحه ياسمين، كان عندنا ثاني احسن سباح في الدرجه الاولى، ودي نتائج طبعا كويسه، بخلاف طبعا البدريات والحاجات اللي احنا كسبناها في البطوله اللي فاتت. احنا مستعدين للبطوله ديت، واخدينها كفتره اعداد او كاعداد قوي جدا قبل بطوله الجمهوريه اللي هي ان شاء الله هتبقى في شهر 11. فده يعني اعداد قوي وتحفيز جامد للسباحين بتوعنا والمراكز بتوعنا. كابتن محمد فاضل، لو اتكلمنا عن السنه اللي فاتت كسبنا بطوله بلغاريا، والسنة دي بنسافر تاني لبطولة بلغاريا، دعم مجلس الإدارة اللي بيقدمه لفريق السباحة بالذات في البطولات الدولية أو بصفة عامة لجهاز ألعاب الماء؟ طبعا احنا طبعا ده في احنا بنلاقي دعم جامد جدا من مجلس الإدارة، وكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بيدعمنا ورانا وبيدعمونا وبيستمر طلباتنا كلها بالتوجات، واحنا في ان شاء الله بنوعدهم ان احنا هنبقى مسؤول ضمنهم، والفتره اللي جايه دي هتشهد يعني انجازات جديده تضاف للانجازات السابقه بتاعتنا.
كابتن محمد فاضل اكيد لاعبتنا الكبار المتواجدين في امريكا كانوا بداياتهم برضو مع هذه البطولات، قول لي من وجهه نظرك الفنيه الاستفاده الفنيه اللي احنا بنفيدها للاعبين الناشئين بالذات بتوعنا والناشئات في مثل هذه البطولات. طبعا احنا السباحين الكبار بتوعنا كلهم متواجدين في امريكا، كلهم بيتدربوا هناك، مش هيبقوا موجودين معانا في البطوله ديت. عندنا طبعا الجيل الناشئ بتاعنا كله هيبقى موجود معانا، كلهم الناشئين بتوعنا موجودين. السباحه لعبه رقميه ووقفتك كتير على الستارت بتخليك انت نفسيا مؤهل، والضغط العصبي اللي انت بتقابله في اثناء السباقات بتبدا تكسره بالاحتكاك كتير ووقفتك كتير على الستارت ونطاقك في السباقات كتير، تبدا خلاص تبقى متعود على الرغبه بتاعه السباق. وده اللي احنا بنحاول نقدمه لاولادنا، ان هم بنوقفهم في السباقات ونحطهم في مواقف كتير، مواقف كلهم بيتغلبوا عليها في الاخر، لان دي الحاله النفسيه بتفرق جامد جدا مع السباح قبل البطولات. اكيد السنه اللي فاتت في بطوله بلغاريا كسبنا البطوله، صح كده ولا ايه؟ مظبوط؟ هو احنا عملنا اجراءات كويسه البطوله، طبعا احنا كسبنا ميداليات كتيره ساعتها، احنا كنا اقوى يعني من اقوى الناس اللي موجودين. انما هو ما كانش فيه كاس او درع عام للبطوله في الاخر، انما بالترتيب العام للنقط احنا طبعا احنا كنا كسبانين البطوله. طيب شايف ان الارقام يعني شايف السباحين هيحققوا ايه؟ اعتقد 70 ميداليه السنه اللي فاتت، مظبوط؟ احنا دلوقتي كنا بنتكلم في 70 او 91 ميداليه السنه اللي فاتت. السنه دي هنجيب 100 ولا هنجيب كام؟ احنا البعثه السنه دي اكبر شويه من السنه اللي فاتت. احنا السنه اللي فاتت كنا يعني كان عدد السباحين كان حوالي 43 او 44 سباح، احنا السنه دي 35 سباح. احنا عندنا اكثر من اربع او خمس سباحين مش هيقدروا يشاركوا معانا علشان هم مسافرين الصين مع منتخب العسكري لتمثيل مصر في بطولة العالم العسكرية. فطبعا دول كانوا يعني احنا كنا حاطين عليهم امل كبير في طبعا في عدد كبير من الميداليات، بس هم مش هيبقوا موجودين معانا، بس انا واثق وعندي ثقه كبيره جدا في ان الولاد اللي موجودين معانا هيعملوا نتيجه ان شاء الله، يعني هتبقى نتيجه احنا مش متوقعينها. شايف التنافس كلهم عزيمه واصرار ان هم يعملوا حاجه ما اتعملتش قبل كده. بصراحه شديده شايف التنافس مع مين في هذه البطوله القويه وهي بطوله بلغاريا الدوليه؟ التنافس بيبقى عاده مع دوله بلغاريا نفسها، السباحين بتوع بلغاريا نفسهم، لان بلغاريا عندها سباحين اولمبيين وعندها سباحين سباحه عندها من يعني بلغاريا كويسه. في روسيا بيبقى بعت ناس، في تركيا بيبقى بعت سباحين، في كازاخستان، وفي يعني في كذا دوله هيبقى في منافسه جامدين، خاصه ان كل السباحين الاولمبيين بتوع بلغاريا هيشاركوا في البطوله دي. عامة يا كابتن فاضل بنقول لك كل امنياتنا الطيبه، مستنيينكم عشان نحتفل معاكم بشبابنا وناشئينا باذن الله في المرحله اللي جايه ده بعد بطوله بلغاريا، لان دايما فريق السباحه او جهاز العاب الماء دايما بيقدم حاجات كويسه داخل بطولات النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي، عشان كل الميداليات اللي انتم بتحققوها دي بتضاف لميداليات ودولاب بطولات النادي الاهلي. شكرا كابتن محمد فاضل. بكده خلصنا اخبارنا، لكن زي ما احنا بنتابع نجومنا في العصر الحالي لازم نكون عندنا وفاء، وهو ده النادي الاهلي. وفاء ان يكون عندنا نجوم حققوا انجازات كبيره تاريخيه لمصر والنادي الاهلي، بس ما كانش عندهم اضواء، ما كانوش متواجدين في الساحه. في الوقت ده حققوا فعلا حاجات كبيره للنادي الاهلي. يعني عندنا بطله كابتن كبير حققت لعبه طايره سله يد العاب قوه ما شاء الله عليها، كابتن 70 سنه مواليد 49 حققت انجازات كتيره، شاركت في دوره الالعاب في الاولمبيه ميونخ 72 وبطله، وكان جوه النادي الاهلي كل النادي الاهلي يعرفه ولغايه وقتنا هذا كل النادي الاهلي يعرفها. لكن لازم نعرف ابطالنا الكبار دول اللي حققوا انجازات ويعني في وقت مهم جدا قبل كده وحققوا وهم جزء من تاريخ النادي، بنديهم للجمهور ونعرفهم للجمهور بشكل مختلف. بتمتلك 10 ارقام عربيه افريقيه في مسابقات العد 100 200 400 800 ما شاء الله عليها، وكمان 1500. اعتزلت سنه 85، اعتزلت داخل استاد مختار التتش في النادي الاهلي، كانت اعتزال كبير. انا شخصيا كنت لسه صغير كده وحضرت
يعني ماتش تكريمها او مباراه تكريمها في النادي الاهلي. خلينا نقول ان هي اول مدربه تحترف لاعبه ومدربه تحترف في نادي في الخليج نادي الفحيل الكويتي. هسيبكم مع نجمتنا كابتن امينه محمود، هي يعني فعلا كابتن كبير عملت تاريخ في النادي الاهلي، جزء من تاريخ النادي الاهلي. خلينا نختم بيها تستمتعوا معاها، هسيبكم تشوفوا نجمه كبيره كابتن امينه محمود، واشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله في العاب الصالات. أنا اسمي أمينة محمود محمد، أصلا من قرية اسمها أمنان مركز أويسنا منوفية، اتولدت هناك في 15 نوفمبر 49 واتنقلنا القاهرة، دخلت المدارس العادية مدرسة الفريدية الإعدادية وبعدين مدرسة 11 شبرا الإعدادية وبعدين شبرا الثانوية، وبعدين الدولة كرمتني وادتني شقة في مدلة زغلي، عبد الناصر اداني شقة هدية في مدلة زغلي اللي احنا مقيمين فيها دلوقتي. كانت المدرسة بتاعتي كانت بطلة مصر في الجري، كانت اسمها أبلة ناهد يحيى، كانت طول النهار في المدرسة بشورت وفانلة وبتتمرن وكده. على فكرة أنا كنت شقية جدا وأنا صغيرة يعني، فكنا بنروح الصبح نلعب حجلة نلعب كورة نلعب أي حاجة، كنت عندي 8 سنين يعني. ففي يوم اتخانقت أو اختلفت أنا وبنت من البنات اللي بنلعب مع بعض على ليكي بيت مركز بيت، مسكتها ضربتها. فراحت اشتكت من أبلة ناهد يحيى اللي هي بطلة الجري دي. فجت قبل انها تمسكنا عشان تعاقبني، جريت منها، جريت في الحوش، حوشنا كان كبير قوي، اجري وهي تجري ورايا انها تقدر تمسكني، ما عرفتش تمسكني. قالت لي خلاص تعالى اتمرني معانا العاب قوه. طبعا انا ما كنتش اعرف يعني ايه العاب قوه، انا اعرف العاب قوه دي يعني شيل حديد واثقال وكده. قلت لها انا ما اعرفش اشيل حديد. قالت لا العاب القوه اللي هي الجري والوثب والرمي، فهمتني يعني. قلت لها ماشي. بدات اتمرن معاها في المدرسه، وكنا بنتمرن في المدرسه في خلال النهار، وبعد الدور اتمرن في نادي اسمه النادي اليوناني اللي هو حاليا نادي اسكو اللي في شبرا. بس وجت بطوله المدارس، اشتركت في بطوله المدارس، طلعت الاولى على كل مدارس مصر. فكان موجود في البطوله دي من حظ الحلو الكابتن احمد الخادم اللي هو المدربي الاصلي، وطلب مني في النادي الاهلي، طلب مني ان انا اروح النادي الاهلي. فبقيت اروح، قعدت شهر اروح كل يوم، اروح يقول لي اقعد في المدرج، كل ما اروح يقول لي اقعد في المدرج. شهر بعد الشهر مليت من قعدي في المدرج دي، قلت خلاص مش راحة تاني. بعدها باسبوع كده ماشي في شارع شبرا مكان سكني يعني، لقيت كابتن احمد الخادم ده في وشي. انت بت انت بتجيش التمرين ليه؟ قلت له ما كل ما اجي تقول لي اقعدي في المدرج. قال لي لا تيجي النهارده تيجي بكره التمرين. قلت له ما هو ابويا مش عايز يديني التعريف، كنا بنركب بتعريف اتوبيس 100 ده رايح جاي يديك تذكرتين. ابويا مش عايز يديني التعريف اركب بيه، فقال لي خلاص خد ادي جنيه اهو تعالي بيه. تعالي بيه. المهم خدت منه الجنيه، طبعا جنيه كان ثروه بالنسبه لي يعني. ورحت ثاني يوم، رحت لقيته بيقول لي اقعدي في المدرج. فطلعت المدرج برده كده، كان في تجارب، عاملين تجارب للبنات مسافرين بنت تركيا واليونان. كان في خمس بنات بتجري، تراك النادي الاهلي ده كان ست حارات، في خمس بنات بيجروا في خمس حارات وفي حاره فاضيه. فانا من فوق نادهت عليها كابتن، يا كابتن على فكره العيال بتوعك دول اكسبهم، العيال دول من ضمنهم مدرستي. فقالت تكسبيهم؟ قلت له اكسبهم. قال لي والله لو كسبتهم لا تسافر انت وهم لا، تعالي. ما استنيتش الف بقى من المدرج واطلع اروح الملعب، نطيت من المدرج للملعب ونزلت كسبتهم. وفعلا انا اللي سافرت تركيا، لان الكلام ده كان سنه 60. انا كملت طبعا اساس العاب القوه لغايه سنه 66. لغايه 66 كنت انت كنت صاحبه ارقام مصر كلها 100 و200 و400 و800 و1500 و100 حواجز ووزن طويل وجله ورم وخماسي. كان 10 ارقام باسمي يعني، ما في ارقام مصر كلها باسمي. كل طبعا كل مسابقه ليها قصه يعني ان انا اشتركت فيها ازاي. المهم بعد كده كابتن سيد امين مدرب الهاندبول كان عنده ماتشات في لعيبه كانت في مصر اسمها كليليا. كليليا دي ما حدش كان بيقدر عليها خالص، كانت هي ملكه الهاندبول وملكه الباسكتبول في مصر. فقال لي تعالى احنا محتاجين واحده سريعه تمسك لنا كليليا دي. قلت له ماشي. قعدت اتمرن معاه كده شهر، جاي وجي ماتش الاهلي وهليوبلس في نادي هليوبلس. اشتركت معاهم في اول ثلث ساعه الماتش، طبعا الشوط نص ساعه، ثلث ساعه هليوبلس ده كليليا ما خدتش كوره، ما شافتش كوره خالص، كل كوره خدها قطعها وارميها لهم البنات.
يضيعوها او يجيبوا جون مثلا او حاجه. وبعد تلت ساعه انا خلاص زهقت بقى ان انا باخد الكوره اديها لهم. بدات اخد انا الكوره واعمل دريبل واخش احط جون وارجع امسك كليني. المهم طلعنا من الماتش ده احنا كسبانين 30-1. حتى انا في ال 30 من 30 جول دول 25 جول. والله بطولات كتير بس احسنهم طبعا الدوري الاولمبيه ميونخ 72 مع اننا ما لعبناش يعني او يعني شاركنا كده وما لعبناش لان اتقتل 11 اسرائيلي. والله يرحمه الدكتور الله يديله الصحه الدكتور عبد العزيز الشافعي كان رئيس البعثه مهندس عبد العزيز الشافعي كان سحبنا من الملعب فرجعنا. دي كانت احسن بطوله يعني. طبعا اشتركت بطولات افريقيا بطولات عربيه بطولات بحر ابيض دوره اولمبيه بطولات عالم اشتركت في كل البطولات دي. لقاءات ثنائيه دايما كان بيبقى عندنا لقاءات ثنائيه بين مصر وبلغاريا مصر وتركيا مصر واليونان حاجات زي كده. كل البطولات دي الحمد لله كنت بشارك فيها وباخد مراكز اولى يعني. ده بالنسبه لالعاب القوه. بالنسبه للباسكت بول انا اشتركت في 3 دورات افريقيه كره السله الحمد لله بطوله في الجزائر وبطوله في مصر هنا في استاد اسكندريه وبطوله في تونس والحمد لله في الثلاث بطولات كنت باخد احسن لعبه في افريقيا. وفي الهاند بول كذلك اشتركت في بطوله افريقيا في تونس اللي اتقتل اللي مات فيها الله يرحمه كمال بخيت وبرده خدنا الحمد لله اول. واشتركت في بطوله افريقيه في الجزائر برده خدت اول وخدنا احسن لعبه. بالنسبه للطايره انا ما لعبتش في نادي انا لعبت في المنتخب على طول. ما لعبتش في نادي. اختارني الكابتن الله يرحمه عبد الحميد الوكيل كان هو مدرب منتخب مصر اللي هو كان وزير الرياضه وقتها كان ضابط شرطه يعني وهو اختارني على طول في منتخب مصر. كنا بنتمرن في كليه التربيه الرياضيه واشتركت معاه في بطوله افريقيا في كره السله والحمد لله خدت اول. طبعا الجيل بتاعي الله يرحمها كابتن نادى شريف كابتن نادى الزمر كابتن عفاف موافي كابتن اميره كانت دي كانت لعيبه سعوديه بس كانت لعيبه هايله يعني الله يمسيها بالخير كابتن عزه نسيم وميمه نسيم كل دول جيل يعني ده في الهاندبول. في العاب القوه كابتن علي سرور كابتن طبعا نادى الشريف كان برضه معانا في العاب القوه. في كره السله كابتن وفاء صلاح الدين عبله صلاح الدين ناديه فانكس كل دول الجيل بتاعي. اخذت اوسمه من جمال عبد الناصر ومن ضمن التكريمات اللي خدتها من الرئيس جمال عبد الناصر شقه في ميدان زغلي هديه من جمال عبد الناصر اللي انا مقيمه فيها حاليا. خدت وسام ده وسام الجمهوريه من الدرجه الثالثه. خدت وسام من الرئيس حسني مبارك. خدت وسام من رئيس السادات. الحمد لله يعني مكرمه. لعبتي الاساسيه العاب قوه وبعدين خدوني في الهاندبول كره اليد فتره مش فتره ممتده لغايه ما اعتزلت. وبعد كده جم الباسكت برضو خدوني عشان العب معاهم باسكت. خدت احسن لعبه في افريقيا باسكت كذا مره مش مره واحده. وبعدين خدوني في الكره الثانيه مع المنتخب مع الكابتن عبد الحميد الوكيل وبرده خدت احسن لعبه في افريقيا. بس لعبتي الاساسيه طبعا هي كره اليد العاب القوه اللعبه الاساسيه بتاعتي العاب القوه وهي اللي خلتني متشعبه في الالعاب الثانيه او هي اللي اهلتني ان انا ابقى بطل في الالعاب الثانيه وبحصل في الالعاب الثانيه. دايما اي لعبه في الدنيا محتاجه قوه وسرعه ومرونه والعاب القوه هي بتديك الثلاث حاجات دول اللي هم ياهلوك لاي لعبه. طبعا انا كمان على فكره انا اول محترفه لأول لعيبة محترفة احترفت في نادي الفاحل في الكويت. احترفت كلاعبة وكمدربة وكان زميل ولاعب ومدربة ألعاب قوة لعبت سلة وطير سلة وألعاب قوة في نادي الفاحل. احترفت هناك كنت بدرب وبلعب في الكويت بقى مرنت نادي الفاحل ومرنت منتخب الكويت ومرنت منتخب فلسطين. منتخب فلسطين ده لفيت بيه العالم يعني بقى كل بطولة انت عارف منتخب فلسطين ده بيدعى في كل البطولات. فبقيت انا المسؤول عنهم سافرت معاهم من الهند وباكستان وايران وهنا في مصر والسعودية والاردن والجزائر وتونس والسنغال. سافرت معاهم سفريات كتير جدا يعني. دربت هنا في الاهلي فترة كده وبعدين تعاقدت مع نادي الزهور دربت هناك حاليا نادي الزهور. زمان كنا يعني ما كانش فيه لا امكانيات ولا بنشتغل بامكانياتنا احنا يعني قدرتك انت وخلاص. ولدرجه ان عبد الناصر في يوم قال للفريق مرتجي يا مرتجي ما تاكل العيال دي. فبقوا يطلعوا لنا وجبه في النادي الاهلي كل يوم.
وكنا دي كانت من الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا كل يوم نيجي التمرين عشان ناخد الوجبه، لان ما كانش في امكانيات. طبعا دلوقتي الحمد لله في امكانيات، في فلوس، وبس للاسف ما فيش لعيب، يعني ما فيش لعيبه، لان المغريات الحياه اكتر من اللعب. يعني اللعيبه او اللاعب عايز يتجوز، عايز يتفسح، عايز يروح، عايز يجي، ما مش بيحب التمرين، مع ان بياخدوا فلوس كتير يعني، بس المغريات الحياه اكتر من طبعا انا انصح اي رياضي واي حد عايز يلعب العاب قوى او يلعب رياضه عامه، اولا الالتزام، المواظبه على التمرين، سماع كمان لكلام المدرب، مشاركه في بطولات، اي بطوله يشارك فيها، لان كل بطوله بتزيده، بيتعلم حاجه فيها جديده بتزيده. يعني الالتزام اهم حاجه. انا حققت في حياتي بطولات كتير جدا، شاركت في بطولات عالم، شاركت في بطولات بحر ابيض، خدت اول بحر ابيض، خدت بطولات افريقيا كلها، بس اهم بطوله كان نفسي اعمل فيها حاجه الدوره الاولمبيه اللي هي في ميونخ، اللي انسحبنا منها بسبب العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين. والله كل مواقف النادي الاهلي معايا طيبه، اخرها اجراء عمليه في ركبتي، عاملين العمليه بتاعت المفصل الركبه دي. طبعا انا كان جالي كسر قبلها بشويه في جنوب افريقيا، عملوا لي شرايح ومسامير هناك. بالنسبه للكابتن محمود الخطيب طبعا انا بشكره شكر لا حدود له، بيطلع لي معاه الشهري وبيرعوني، وبروح طبعا بعمل علاج طبيعي هنا في وحده الطب الرياضي على حساب النادي، علما بان انا بدرب بره النادي. الاهلي واقف معايا الحمد لله، الاهلي واقف معايا واقفه كويسه، وعلما بان انا بدرب في نادي الزهور، مدير فني نادي الزهور. وبرده بكرر شكر للنادي الاهلي وشكر لمجلس الاداره كامل، وشكر على رئيسهم كابتن محمود الخطيب. النادي الاهلي ما بينساش ولاده، يعني النادي الاهلي دايما بيراعي ولاده سواء في الكبر او في الصغر، فارجو ان كنتوا تحافظوا على هذا الانجاز، يعني تزودوه عشان ربنا يديلكوا اكتر. وطبعا انا بشكر النادي كله، بشكر محمد مرجان المدير المهذب المحترم، بشكر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وبشكر مجلس الاداره كله. ده انا بنت النادي الاهلي، طبعا سعيده جدا ان انا موجوده في النادي الاهلي، لان انا بنت من بنات النادي الاهلي، لعبت من 60 ل 88 في النادي الاهلي. يعني لعبت من انا بعد اعتزالي بثلاث سنين كنت باجي من الكويت العب على حسابي وارجع. يعني كنت باجي وانا لعيبه محترفه في الكويت، ما كانوش بيبعتوا لي تذكره، كنت انا باجي على حسابي العب بطولات القاهره وبطولات الجمهوريه وارجع على حسابي. وطبعا كنت ببقى جايه سعيده جدا ان انا هلعب باسم النادي الاهلي. والله قناه النادي الاهلي كل الشكر وكل الاحترام ليها، وعلى راسها كابتن محمد العدل والاخت العزيزه مدام عزه ولحضرتك كابتن شريف، وبشكر جميع الناس المصورين والمؤدين والمونتاج، وبشكر كل الناس. جمهور النادي الاهلي هو حياه النادي الاهلي، او هو اللي بيرفع النادي الاهلي، فارجو من جمهور النادي الاهلي انه يعني ايه يحافظ على هذا الحب، ان هو تنهم يحبوا النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يديهم المردود بتاعه.